لذلك أصبح موضوع تعليم أبنائنا وأطفالنا وأخواننا هي مسؤولية وطنية، هي مسؤولية مجتمعية، خاصة في ظل هذا الظرف الصحي العالمي اللي نعيشه حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا. اليوم عندنا بالعراق حوالي 9,900,000 طالب وتلميذ حسب إحصائيات وزارة التربية، وتقريبا 790,000 طالب جامعي حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإذا ما ضفنا وياهم طلبة الدراسات العليا فحوالي عندنا 11 مليون طالب تقريبا هم مضطرين إلى البقاء في منازلهم بسبب اضطرار الحكومة إلى غلق المدارس وغلق الجامعات لمحاولة الحد من انتشار هذا الفيروس. وحسب إحصائيات وزارة الصحة لغاية يوم أمس الساعة 10 مساء يوم 19/3/2020 فإن عدد الحالات الإجمالية المسجلة في العراق هو 192 حالة بمعدل زيادة 17%. فقط تم تسجيل عدد حالات الإصابات اليوم أمس 48 حالة إصابة جديدة. نعم، عدد حالات الشفاء هي أكثر من عدد حالات الوفيات المسجلة في العراق والحمد لله. عدد حالات الشفاء أو نسبتها هي 25.5% مقارنة بحالات الوفيات اللي هي 6.5% تقريبا. وللأسف لا زال شبح هذا الفيروس هو مخيم، ولا سيما أن العراق هو مسجل الخامس عربيا و46 عالميا من حيث عدد الإصابات. وهذا الأمر لربما يضطر الحكومة أنه تستمر في إغلاق المدارس والجامعات لربما لأسابيع أو لأشهر مقبلة لا سامح الله. لذلك أصبح موضوع تعليم أبنائنا وأطفالنا وأخواننا هي مسؤولية وطنية، هي مسؤولية مجتمعية، خاصة في ظل هذا الظرف الصحي العالمي اللي نعيشه حاليا. وطبعا ردة فعل الطلاب والتلاميذ تجاه استمرار الدراسة باستخدام أدوات التعليم الإلكتروني كأدوات لاستمرار عملية التعليم والتعلم هي ردة فعل بكل تأكيد هي ردة فعل مبررة وإلها مسوغاتها. فضعف خدمة الإنترنت بشكل عام في عموم البلد وعدم توفرها لدى عدد كبير من الطلاب، بالخصوص أنه هناك نسبة 30% من سكان العراق هو يسكن في المناطق الأرياف والمناطق والقرى والمناطق النائية حسب إحصائية ديجيتال العالمية، وربما في هذه المناطق من الصعب عليهم الحصول على خدمة الإنترنت أو استخدام الأدوات الإلكترونية، إضافة إلى صعوبة تحرك الطلبة في هذا الظل الظرف الصحي الصعب للحصول على الكتب والحصول على الملازم، ولربما أيضا لعدم الاستعداد الكافي للمعلمين وللأساتذة والأساتذة الجامعيين لاستخدام هذه المنصات التعليمية، وكذلك لربما لعدم وجود regulations عامة تنظم حالة الاستخدام المنصات التعليم الإلكتروني، ولربما كل هذه العوامل وغيرها من العوامل ولدت فوضى في عملية التطبيق وولدت ردة فعل وقلق مجتمعي بشكل عام تجاه استخدام التعليم الإلكتروني. وردة فعل الطلاب والتلاميذ الدفاعية والرافضة لاستخدام التقنيات التعليم الإلكتروني طبعا هي انعكاس لتشتت مشاعرهم تجاه هذا الاندفاع المفاجئ والسريع لاستخدام التقنيات الحديثة في إيصال المادة التعليمية واستمرار الدراسة باستخدام مفاهيم التعليم الإلكتروني. وبالتالي اليوم الطالب والتلميذ ما عاد يلقى مساحة التعليم الآمنة بالنسبة إليه. وهنا يجي دورنا احنا المبرمجين بشكل خاص والعاملين في قطاع الآيتي وقطاع الحاسبات بشكل عام، دورنا في إيجاد الحلول للمشاكل اللي يعاني منها المجتمع جراء أو نتيجة استخدام التقنيات الحديثة بشكل مفاجئ. وقوفنا جميعا اليوم أصدقائي العاملين في مجال الآيتي وزملائي وأخواني أعضاء الهيئة التدريسية في أقسام الحاسبات بشكل عام وأبنائي الطلبة وخصوصا في المراحل المنتهية، وقوفنا اليوم جميعا مع بعضنا البعض تجاه هذه المسؤولية من منطلق مسؤولية مجتمعية، من منطلق مسؤولية وطنية لمساعدة الآخرين في استمرار عملية التعليم، استمرار عملية التعلم باستخدام التقنيات الحديثة. أصبح يحتم علينا أخذ دور في هذا المجال دون أن يبقى أحد في الخلف. دعمكم من خلال حملات التوعية، دعمكم من خلال عمليات التوعية لاستخدام هذه المنصات الإلكترونية الحديثة في استمرار عملية التعليم، لربما دوركم في عملية الصيانة وتقديم الدعم لتنصيب المنصات أو لكيفية استخدامها بالشكل الأمثل أو لإنتاج الأفلام التعليمية الفيديوية بالطريقة الأمثل بالطريقة ضمن الضوابط التربوية والتعليمية. الدعم المعنوي ضمن ظروف سريعة ومفاجئة فعلاً
لا يقدر بأي قيمة مالية ولا يقدر بأي ثمن. راح نقوم به اليوم من واجب وطني ومجتمعي بكل تأكيد سبقونا به أخوانا في القوات المسلحة والحشد الشعبي في القتال ضد داعش الإرهابي في ساحات المعركة، وسبقونا أيضا كوادرنا الطبية والصحية والمسعفة في ساحات الحياة. واليوم اجى دورنا ايضا نضم جهودنا مع هذه الجهود في ساحات العلم والمعرفة. مستقبل اطفالنا واخواننا وابنائنا هو يعتمد على مبادراتنا اليوم، وهذه دعوة، خلي كلنا نساهم وخلي كلنا نستمر الكتروني. اخوكم مازن سمير. وهنا يجي دورنا احنا، دورنا احنا المبرمجين بشكل خاص والعاملين في قطاع الاي تي وقطاع الحاسبات بشكل عام، دورنا في ايجاد الحلول للمشاكل اللي يعاني منها المجتمع جراء او نتيجة استخدام التقنيات الحديثة بشكل مفاجئ.